صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد زميل لي في السكن الجامعي ويدخن، وربما نام عن بعض الصلوات ويذهب مع رفقاء سوء، فما طريقة دعوته وما الواجب علي تجاهه؟ يوجد إيش؟ يقول: ويوجد زميل لي في السكن الجامعي ويدخن، وربما نام عن بعض الصلوات ويذهب مع رفقاء سوء، فما طريقة دعوته وما الواجب علي؟ الواجب عليك أولا مناصحته لعله يقبل، فإذا لم يمتثل بعد المناصحة فالمسؤول عن السكن الجامعي تخبره بذلك وهو يعمل ما يلزم. مسؤول عن السكن الجامعي ومسؤول عن الطلاب الساكنين، لأن لا بد أن فيه مسؤول، لازم فيه إدارة مسؤولة. نعم.